ديسكفري في 8 انجن سياره بس تجهز عن جد سياره كثير هافي ديوتي. يعني انا بمحلات بقول انه انا اكيد حنكسر بهذا المحل مع انه عندي ثقه بالسياره, بس بتقول انه هذا الشيء ما انه منطق يعني اللي عم بعمله. بتطلع وبتطير السياره وبتنزل على صخور وبتقول انه ما انكسر. وين بتصفى السياره؟ هلا انا اجمالا بالباركينج تحت البيت نويت. كل يوم ولا بس الاوف رود؟ هلا هي ما لنا ديلي كار. بس اذا عندك تسلي على بيروت مثلا بتاخذها؟ ايه ما عندي مشكله. اوكي وين بتصفن؟ تروتوار تعرف يعني اكيد. ووقت تروح على باركينجين تبع المولز ما فيه. ما بتفوت كسياره ديسكفري حق رخيص. يعني انت فيك اليوم تشتري ديسكفري ب 5000 تحط عليه 10000 بتصير تعرف شي على حياة لسيارة من هودا نشتري. طب هيدي مثلا اكسسوريز قديش مكلفتك اوفرول لحديد هلا؟ بتقولي 8000 لهلا وبعد بدها شي 10 بيجر انجن. اوكي بيجر سسبنشن. اوكي بيجر تاير. سو اكشلي ما في ليميتس. ما في ليميتس. سو انت عندك بادجت بتعمل 100%. نحن هلا على 2000 متر تقريبا. كلهم عم بيقولوا لي سوق سيارتك ليش؟ كسسبنشن احسن سسبنشن محطوط عليها مشغولة بطريقة كتير حلوة. بالنتيجة للسسبنشن الريك بقى السيارة اللي هي ترافيرما 5 انش بلس فينا نرقلجها مثل ما بدنا عالسيارة طريقة كتير تغري لحظت من اول بعدنا مش منافسين بوليد نحنا. هو شو؟ هيدا جون بيدلوك بقولوا ايه ما بقوله تقدر فينا ننفس زيادة على التلج على الوحل فينا ننزل 5-4 غير الجانت العادي. يعني أكيد لأنه الجانت العادي بيطلع دولاب من الجانت إذا ما كان بيدلو. خبرني عن هيدا الشيء. هيدي حماية للأكسات. أوكي أوكي حتى إذا طلع محل أوفرود بيضربوا الصخور فيها حتى يحمل الأكسات تبعوله ما ينتعجوا ما تفرق عنه عنده الميزانية. هيدا اسمها سنوركل بيحطوها كرمال بس ينزلوا بالمي. كل شيء الكترونيك بالاوف رود معقول يخرب على التلج وعلى المي. اوقات بنفوت بمحلات مي لعلول المرايه فبيضل يفوت شويه مي على السياره. وباللاند روفر كل شيء كهرباء منه كثير عالي بالسياره فهول القصص معقول يخربوا. مثل ما بنعرف الالكترونيكس يا بيمشوا يا ما بيمشوا, مش مثل الميكانيك معقول تسجيها بشي طريقه تزبطيها بشي طريقه وتتكملي مشوارك. كل شيء الكترونيك احسن من احسن كلايف ستايل احلى واوفر واهين بس مش براكتيكال للاوف رود. الاوف رود ما انا براكتيكال كرمال هيك. الديسكفري 1 معروف بالاوف رود اكثر من الديسكفري 2 اثنيناتهم بيشتغلوا كثير منيح بس اللي فيه كهربا كتير عطله أكبر بالأوف رود. خبرني شو هو الثلاث كبسات. هولي بسمون إيرلوك. إيرلوك يعني بس ركبيهم على الديفرانسيال هن اللي بيصيروا يخلوا الدولبان قدام يشتغلوا مع بعض والدولبان ورا يشتغلوا مع بعض. أوكي هن اللي بفيدوك كتير على التلج بجملوا حيلا شي نوع أوف رود يعني. أرايس على التلج كل شي تلج جديد مجبورين نطلع على الراي او بدنا نطلع كتير مثلا ايه. بس بيوصل لمحل انه هذا السيف طويل نوصل لمحل مجبور نرجلش دعسة ما فيك ضلك عاطي. اذا ضليت عاطي بنزين كان حيالة بوقف. اوكي هون اسأل شيء ليه؟ لانه هلا مسق بيه هيك مثل تو فاليز. اوكي نحن ماشيين بيناتهم اكتر شيء بيكون مفخر واكتر شيء بيكون غميق. اوكي فهلا ما في اعطي كتير بنزين بدي امشي على ضغط الموتور يعني. اوكي وشو حطيت؟ هلا حاطط لو ورير رير لوك. اوكي الفرونت هلا مش عايزه كتير. اوكي بعوزه على القصص الاكستريم يعني قليل لدور الفرونت هو ليه بعضهم قصص هينه. اوكي سفر دعسه مثل العاده صح. فيك تعطي دعسه صغيره يعني ار بي ام 1005 which is exactly انا شو ماشي. اوكي ميم it seems so easy بس السياره ما فيها لوكات ما راح تقطع هون. بس كتير من مستصعبتها ابدا. ايه لانه مدور لك اللوك اكيد. ايه ايه مالك سير شمال سير شمال. اوكي نايس كيدو. ايه اكيد في سليبري. اوكي وهلا بدنا نطفي اللوكات. اوكي طفيت اللوك. That was very easy. Yes, it was easy. بلا جير بلا شيء. اوكي عم خطخده شوي شوي obviously
شوكت. احنا بكتير من ما توقعت.